أسئلة صعبة ولا؟ أنا في السوشيال ميديا تمام ومش تمام، يعني لازم أكون أكثر أكتف. أحلى بلاتفورم بالنسبة لي طبعاً أكيد إنستغرام. أول بلاتفورم فتحته أعتقد فيسبوك. والله يعني وايد تعليقات يوصل لي، وكذلك يعني it's positive energies. في كومنت ضحكني انه كاتب لي قبل اسبوع: مرحبا هيثم، اباك تغني لفنان فلاني، واذا ما غنيت راح اعمل لك انفولو وبمسح كل الكومنتات واللايكات. وطبعا الهاشتاج ترند عندي اكيد باسمي هيثم رفيق. لا ابدا، انا دائما انصح للجميع انه اذا الشخص زعل عليك او اي شيء لا تعمل له بلوك ما ادري شو، لا ما يحتاج دراما يعني بوليون موفي نو، خليك عادي يعني واجهه. طبعا اللي المشاهير اللي عامل لي فولو اكيد استاذ حمدي بدر واستاذ حسن طالب، وكذلك فنانه روسيه اسمها لوسي، وكذلك فنانه من تاجيكستان اسمها مهر، طبعا فنان احمد برهان كذلك، وطبعا تو ماني سيلبرتيز. ما في شخص معين اني انا ما اتابعه، مستحيل يعني، انا اللي اتابعهم وكذلك اتابع اخبار. طبعا انا اذكر هكروا حسابي انستغرام، للاسف ما قدرت ارجعه يعني. الباسوردي هيثم احبك. احلى فيديو اللي انا صورته على تيك توك وانا في الطياره، وطبعا هم عرفوني وكذا الموظفين وقالوا لي هيثم يلا اباك تغني. والله انا اغلب صوري بدون فلتر، ولكن امرات اذا شفت في بيمبرز وكذا وشكلي ما حلو فاكيد فلتر عشان تو لوك بيوتي. كان في صوره انا يعني عملتها ارشيف وبعدين قلت لا ليش يعني، فرجعت مره ثانيه.